وصل مع أشرف المسالين سيد بعزة بيت العزيز مدير مركز أطفال التوحد البريطاني موشن جمري بنمون اليوم العالمي للتوعية والتأسيس بإدارة التوحد. كان عندنا لقاء مع السيد الوالي والسلطة المحلية اللي عندنا في المركز، نهضروا على الانشغالات نتاع لي زونفون كيست و نيفو الولاية، واش خصهم يكون كيزون شارج ماتيريال، خصو المركز يكون واسع ان شاء الله على هذا ويكون تكفل امثل ويعطي فرصة لاكبر عدد من الاطفال باش نتكفلوا بهم، خاطر الاطفال متكفل بهم على مستوى المركز من 65 طفل، بما انه الاطفال المسجلين 275 طفل على مستوى ولايه الانتي موشن، يعني هذا العدد يشكل ناقص خطر بالنسبه لهاد الاطفال هاد الشريحه، وينصيب المعاناه نتاع الاولياء ونصيبوا بس ما صايبينش وين يدوا ولادهم، مازال كاين اطفال قاعدين في ديارهم، نجدوا السلطات الولائيه باش يسرع في وتيره العمل اللي جات هذا المركز وتكون ان شاء الله بادره خير ان شاء الله.